السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم عند جنات. اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله غنصايب معاكم المسمن ديال التريد او الورقه ديال الرفيسه بطريقه متميزه من الاول حتى الاخر، اللي كيجي هائل وخفيف، وكتجي ورقه بحال ورقه تاع البسطيله وناشف وزوين. تابعوا معايا الفيديو، ها نتوما كما كتشوفوا هالطريقه راها صحيه وسهله وما كتحتاجش وقت طويل. ولا بغيتوا تصايبوه ديروه في الفريغو في الثلاجه كيبقى زوين ما كيخسر ما والو. انا دابا غنزيد معكم فيه البصله وانتوما شوفوني كيفاش كندير ليه، حيت انا دابا غنطيب الرفيسه كنزيد فيه البصله باش كتفور معاه وشويه زيت العود. الا بغيتو تحتفظوا به ما ديروش البصله، احتفظوا به بحال هكاك حتى تبغيو طيبوا عاد جبدوه وعاد زيدوا البصله. نتمنى الفيديو يعجبكم وديروا لي اللايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو مع احبابكم وديروا لي تعليق، تخليوا لي تعليق وتفاعلوا على الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. باش نصايبوا الفتات تاع الرفيسه كنحتاجوا نص كيلو سبيسيال مغربل، نص كيلو فورس، والملحه ملحه قياس العجينه. نخلطو نخلطو مزيان بحال هكا، والماء ساهل. نخلطو مزيان عا باش نكبو الماء. كنحتاجو الماء دافي. ما تكونش جارية وما تكونش قاصحة، بين وبين بحال العجينة تاع الخبز. أو عجينة المسمن العادي ما تكونش قاصحة وما تكونش جارية. مزيان ونرجعو معاكم. هاي بعد ما دلكت غنغطيوها ببلاستيك غذائي ونخليوها واحد قسمين ترتاح ونرجعو ليكم. هاي من بعد ما طلقات حنا غنحيدو البلاستيكة، ندهنو لي دينا شوية الزيت. هاي بعد ما طلق ترخفت لينا حنا نقطعو قد هاد الشكل صغيور ونحطو باش نكملو كلشي باش نخبزوه. قطعه صغيره بحال هكا حتى غنورقوها نكملو حتى نكملو كلشي. هاد الطريقه كنديرها طريقتي، الطريقه ديالي انا كنقطع بحال هكا كلهم صغار 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 عا باش كنبدا الخبز. غتشوفوا معايا حتى الاخر. احنا بعد ما قطعناها كامله نخليه واحد القسم ونشعلوا البوط على المقله ونبداو نسرحوا ونورقوا. تابعوا معايا حتى الاخر. احنا دابا غنبداو نورقوا بعد ما شعلنا المقله على البوطه. حنا غنبداو نورقوا تنورقوا مزيان. تقطع ماشي مشكله، هاد المسمن تاع الفتات كيجي ورقه كيجي رائع.
هنا دابا غنهزوه من سخنت المقله. شوف سخنات طاقات. ناخذ الاخرى تستمر بحال هكا وحده فوق وحده. العجينة بقى مترخفتش شويه ماشي مشكل. هانتوما كتبان الخامه من تحت شي، هانتوما كتبقاو تورقوا حتى كتبان الخامه كتجي رقيقه، واخا تقطع ماشي مشكل. نقلبوها نحطها فوق المسمنة الاخرى. صرحوها بحال هكا نص مرة تنسالي. الطرح كندير فيه 20 ل 15، المهم حتى يكبر مزيان. نتوما تابعوا معايا وشوفوا. انا ناتي شويه تطيب حيت المقله باقا مسخنتش مزيان. هذا دابا نستمر حتى نكملو شي 20 وحده نديرو، وعابش نحيدوها نديرو عاوتاني نداو. حنا بقاو مستمرين، ملي كطيب هذه نقلبوها نديرو الاخرى عاوتاني، وغادي غادي حتى نولي الطرح 20 ل 15. الطريقه كتجي مورقه، كتجي بحال الورقه تاع البسطيله. ها نتوما شوف كتجي ملي كندير الطرح كامل شي 20 وحده، كتجي ورقه، كتجي نتوما كتجي بحال الورقه. ها تجي ورقه، كتجي رائعه، كتجي رقيقه. الفته تاع الرفيسه كيجي رقيق مورقه كامله. ها نتوما كتجي ورقه مفروقه على ورقه. ها نتوما صافي كنحيدوها ونديرو طرح لاخر. ها هي بعد ما طابت، حنا دابا غنبداو نفرقو فيها وحده وحده باش نفرتشوها. مخليوهاش مجموعه، راه سخونه. ها نتوما شوفو كتجي ورقة وحدة، يديا كيبانو منها، كتجي كلها ورقة. ودابا غندوزو نقطعوه. حنا كنقطعوه دابا رقيقة، كنشدو المسمن وكنلويو الفتات ونقطعوه، كيجينا ساهل بحال هكا، يجي ورقة وحدة. نستمر بحال هكا حتى نسالي الفتات اللي عندنا كامل. هانتوما ضروري العمليه بحال هكا. ها هي كتجي رائعه.
انا بعد ما قطعتها غنشدها غنشلط عليها واحد البصله صغيره حمراء، نديرها في الكسكاس لتحت ونحط فيها ولا نخلط معاها البصله وردها تفور، نخليوها كتفور مزيان ومن بعد نحطوها باش نسقيوها. هذه هي الطريقه ديالي. حنا غنميلونجيو مزيان، حنا بعد ما درنا البصله وشويه زيت العود كندهنو بحال هكا، هي كتجي زوينه البصله مع الفتات ملي كيفور كتعطي واحد النسمه هائله. نتمنى تجربوها وتعجبكم. هيا دابا بعد ما خلطناها نديروها في كسكاس تفور ونرجعوا ليكم. هاد البصله اللي درنا مع الفتات ملي كنفوروها كتعطي الريحه ديالها منين ومنين كتوالم، هاد المسمن كتجي هائله. نتمنى تجربوها وتعجبكم.